لكل الأصدقاء الحلوين يلي انضموا لنا هلأ. فقرة جديدة من إيمامي وحلقة جديدة وحلوة بلشت هلأ. أنا بانتظار أقرأ كل الرسائل يلي بعتون ونشوف مع بعضنا كمان الصور يلي حابين تشاركونا فيهم ونشوفوا نحن وياكم على الهواء. فإذا خليكن معنا لآخر الحلقة لأن في كتير أمور ممتعة رح نقريها مع بعض. بنبلش هلأ بالرسائل. فقرة الرسائل بلشت هلأ. وأول رسالة بحب أقول لكم إياها وصلت لإيميلي بتقول: الله يبارككم بنات، كتير بحبوا البرنامج وبحبوك يا ماريان، نحنا من مصر وأنا عن جد كتير بحبكم وكتير بفرح كل مرة بتبعتوا لي رسالة فيها على إيميلي، هيك بحب كمان أتعرف على كل وحدة منكم أكتر وعلى هواياتكم. أوكي؟ رح أنتقل لرسالة وصلت لبرنامج شاتو وبقول: لقد كنت أول مرة أو كانت أول مرة أشاهد فيها البرنامج وأعجبت به كثيرا، فليبارك الله خدمتكم وأريد أن أخبركم بأن أطفالنا سعداء بكم. وهذا الشيء كتير بفرحنا أن تكونوا عم تستمتعوا بالبرنامج وبكل برامجنا وتكونوا أكيد أكيد عم تستفيدوا دايما. كمان رسالة وصلت لشاتو بقول: شكرا لكم على حبكم، بارك الله فيكم واستخدمكم لمجدي اسمي. شو حلو انه كلكم يا اصحابي عم تستمتعوا وعم تتعلموا امور جديده عن يسوع. رساله لسات 7 كيدز بتقول: شكرا كثير لكم لانه عم تخلوا اطفالنا سعداء، وهيدا هدفنا، نشوف كل اصدقائنا الصغار والكبار كمان مبسوطين وعم يستفيدوا. نكست عنا رسالة لسات 7 كيدز بتقول: شكرا كتير لجهودكم ومحبتكم، الله يبارككم. شكرا كتير 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 على كل رسائلكم. وهلأ خلونا نروح وننتقل لفقرة أعياد الميلاد ونحتفل كلنا سوا. هابي بيرثداي لأصدقائنا كيريلوس ماجد رفعت من هولندا، إلي بشير سعيد من فلسطين، وفارس بشير سعيد من فلسطين. هابي بيرثداي كمان لأصدقائنا من مصر: مينا عماد ملاكة، كراس إيهاب مكرم، كندي أنطون حليم، فيلوباتير ماجد وديع، سارة نادر، توماس ألبرتو فيق، كارلوس مينا هاني، مانويل مينا لطيف، ماريا هاني فايق، ستيفن هاني حبيب، لاتويا جورج طلعت، بيتر ساموئيل، إيمانويل مايكل ألبير، ترينيتي نادر، أليسون رائد ألفي، أنجيلو سمير نبيل، بارثينيا عطا نعيم، ديفيد أكمل مفيد، تيموثي هاني شوقي، كاميليا هاني رزق، مريم جورج، بريسكيلا روبير حنا، فيلوباتير جرجس حليم، جونير عماد عيسى،
مريم عماد سعد عياد، ميرا مينا غطاس، مارك هاني دكران، مارك سامر مجدي، ماثيو عوض عدلي، مارلي تامر سعيد، ماثيو مينا رفعت، كريس عماد، جونير جورج عبدو، ديفيد أدوارد ماهر، جيرا مينا فؤاد بشاي، كيفن سامح موسى، ناتالي مينا جميل، فيلومينا وليد عادل غطاس، سيلين بيشوي، سارة نادر نصيف، ماري صبحي خلف، بيترو بيتر سمير، تيا ماجد ميلاد، جوي شريف زكري، سارة سامر سمير سلامة، مارتيانو سيمون كمال فوزي، أنتوني فادي أدولف، ريتشل ماركو مكرم، إلي بيشوي باسكاليس، جورج نبيل نجيب، إيمي مراد حلمي، كريستوف مينا استيفانوس، كارل مينا استيفانوس، مينا كميل مفدي، كراس أمير فؤاد، يؤنى مينا كامل، وأولوجيا كيريلوس عزمي. رح نقرأ رسالة مع بعضنا وصلت لسات 7 كيدز، وبتقول شكرا لكم كثير على عملكم العظيم ولإسعاد أطفالنا وقلوبنا من خلال تعليمنا عن الله، وبارك الله فيكم. شو حلوة هالرسالة، هيك كثير كثير عن جد نفرح بس نشوف انه اطفالكم مبسوطين وانتم فرحانين ومطمئنين انه الاولاد اولادكم عم يحضروا اشياء مفيده وهيك امينه لالهم. رح نقرا اخر رساله وصلت لقصة وحزوره، بتقول انا ريتا من مصر وبحب قصة وحزوره وكثير بحب كل الترانيم يلي بتقدموا لنا اياها. شكرا كثير كثير لك يا حبيبه لانك دائما عم تتابعينا وبتتابع كل فقراتنا وبرامجنا. أما هلأ فرح ننتقل للفقرة اللي كلنا منحبها، فقرة الصور. ابتدينا هلأ بفقرة الصور، واليوم رح بلش صورة من بولا مراد وكيريلوس مراد، وهن عم بيزوروا أحد الأديرة مع الأبونا. صورتهم كتير حلوة والمكان يمكن كتير حلو كمان من الواضح. ننتقل لصورة تانية من سابين بيتر عازر، وسابين صديقة مهضومة كتير، لبسة فستان حلو زهري وحتى باوند على راسها وعم تبتسم لقلنا. سابين انت كتير مهضومة وانا بدي بعتلك بوسة كبيرة. صورة من كراس بيبي زغطور كتير يمكن عمره بالاسابيع، نحن منرجع لك تحية وللمامي والدادي. صورة من ليليانا روني غانم، وليليانا يمكن عم تأدي دور الملك بأحد التمثيليات ومبينه عن جد كثير مهضومة مثل الملك حقيقة. هاي ليليانا. نكست عنا صورة لماتياس وماكاريوس، خيين كثير مهضومين بعيد الميلاد،
تصوروا صورة هيك وراهم في باك جراوند حلو كل زينة وأعياد وهن مبينين كتير حلوين وبيشبهوا بعضهم كمان. تحية لألكن. صورة من أساف باسم عفت، وأساف عنده وجه كتير حلو هيك كله سلام ولابس ثياب مهضومين كتير. نسلم عليه لأساف، بنتمنى دايما هيك يبعتلنا صور حلوة عنه. أوكي، معنا صورة من بارثينيا ميلاد جرجس، وبارثينيا لابسة المعطف الزهري ومدفاية منيح ومعها هيك الحقيبة بإيدها أو يمكن هيدا البلوش تبعها. كتير مهضومة بارثينيا، كتير مبينة ذكية ومهضومة. لكن هول كانوا كل صورنا اليوم، أنا كتير حبيتهم وكتير بنبسط وبستمتع بشوفكم يا أصحابي كيف عم تتغيروا وتكبروا. كل شيء كان لحلقتنا اليوم حلو ممتع، كل الرسائل كل الصور، أنا استمتعت فيهم كتير. ولكن موعدنا نلتقى الأسبوع الجاي بنفس هيدا الوقت بإيميلي. باي.